gives me great pleasure to welcome you to the first Middle East and North Africa Regional Climate Week. العامين الماضيين أثبتا لنا أن تعزيز التعاون هو الأساس في قدرتنا على مواجهة التحديات والتعافي من آثارها. يشكل هذا الحدث محطة مهمة في أجندة العمل المناخي، وسيعزز الدور الريادي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.